وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض الدكتور بركة الحوشان، أستاذ الإعلام في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. أستاذ نايف، كشف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في وقت سابق عن قيام قطر بتجنيس زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في السعودية عبد العزيز المقرن، حتى تمكن من دخول السعودية لتخطيط وتنفيذ العديد من الهجمات الإرهابية. ألا تتفق بأن ما تقوم به قطر من تجنيس للإرهابيين هدفه الإضرار بالمنطقة؟ أستاذ، هل تسمعني؟ ألو؟ نعم، هل تسمعني؟ الصوت ما ظاهر. هل تسمعني الآن؟ كنت قد سألتك أنه يعني لو قربت الميكروفون شوي. كنت قد سألتك أن كشف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في وقت سابق عن قيام قطر بتجنيس زعيم تنظيم القاعدة الإرهابية في السعودية عبد العزيز المقرن، حتى يتمكن من دخول السعودية لتخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية. أتتفق أن ما تقوم به قطر من تجنيس الإرهابيين هدفه الإضرار بالمنطقة؟ للأسف الشديد أنه تتكشف الحقائق يوم من بعد يوم عن ضلوع قطر في عمليات كثيرة، عمليات تسمى بالعمليات القذرة في تجنيد الإرهابيين وتحريضهم، فضلا مما بث قناة الجزيرة من الإساءة للعرب والدول العربية الشقيقة. والحقيقة أن هذه الأفعال هي أفعال لا تنم عن الأخوة ولا عن محبة المصلحة للأخوة العربية وللدول الشقيقة، وهذا يتناقض مع ما ذكر أمير القطر تميم بأن الأخ لا يبحث عن ما يسيء أخيه، وإنما يبحث عن ما يسعده ويثبت أمنه واستقراره. والحقيقة ليست هذه هي المرة الأولى التي تتكشف فيها مثل هذه الحقائق المشينة بحق قطر والقطريين بصراحة. نعم. واحنا يعني نكن كل المحبه للقطريين، ولكن الافعال المشينه للحكومه القطريه تثبت يوما بعد اخر بانها كانت تبحث عن ما يسيء للاخوه ولمجلس التعاون الخليجي. نعم، باعتقادك كيف يمكن القضاء على الارهاب الذي تدعمه قطر في الدول التي تستهدفها؟ ممكن تعيد السؤال إذا سمحت؟ باعتقادك كيف يمكن القضاء على الإرهاب الذي تدعمه قطر في الدول التي تستهدفها؟ لا شك بأن الإرهاب يتم القضاء عليه بتجفيف المنابع وعملية مقاطعة ومحاربة الداعمين. فإذا حاربنا الدعم الذي يمول للإرهاب فانقطعت الرئة التي يتنفس بها. فلذلك أنا أعتقد بأن قطر وما كانت تقوم به في دعم الجماعات الإرهابية المالي هو سبب من أسباب انتشار الإرهاب، وتجلى بعد هذه الأزمة ما انحسار الإرهاب في ليبيا وفي اليمن، وتقدم القوات المناهضة للإرهاب في عملية القضاء عليه، هي دليل أكيد على أن قطر هي تدعم الإرهاب. نعم، من الرياض الدكتور بركة الحوشان، أستاذ الإعلام في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، شكرا جزيلا لك.